السلام عليكم الله وبركاته. كما عودتكم شركة بروج بالعروض الجميلة والمميزة جدا، اليوم بنجيب لكم جميل جدا صراحة، اللي هو مجمع فلل عبارة عن 4 فلل سكنية قريبة جدا من المارينا في منطقة بيلكدوزو، تبعد تقريبا فقط 5 دقائق عن الساحل وايضا عن الشارع العام 15 دقيقة. الان زي ما انتم شايفين حولي عندنا هذا المجمع اللي فيه 4 فلل، كل فيلا بمساحة 1000 متر مربع، ومساحة الأرض 6000 متر مربع، فيها المسبح المشترك هذا اللي في النص. طبعا زي ما انتم شايفين اهتمام ممتاز جدا من صاحب الفيلا هذه. طبعا هم عائلة عايشين هنا، الأب وثلاثة أبناء عايشين في المنطقة هذه، والآن قرروا أنهم يبيعونها. ليش أقول الكلام هذا؟ عشان تعرفوا جودة البناء والأدوات المستخدمة ما هي تجارية، فهذه ميزة مهمة جدا أنه بنوها لنفسهم، لكن الآن عندهم خطة أخرى، فبالتالي يبغوا يبيعوا الفلل هذه. زي ما انتم شايفين المنطقة هذه مرتبة جدا ومزروعة بأنواع الفواكه والأشجار الموجودة في الحديقة، مساحة كبيرة 6000 متر مربع، استغلال ممتاز جدا للمساحة، كاميرات المراقبة طبعا موجودة، حراسة أمنية، وأيضا شاشات المراقبة موجودة عند البوابة. الآن راح ندخل جوا ونشرح لكم التفاصيل من الداخل، والتفاصيل الخارجية راح تشوفونها في التصوير بالدرون الجوي. طبعا قبل ما ندخل داخل الفيلا احب اوريكم انه المجمع هذا له مدخلين، المدخل هذا والمدخل من الطرف الاخر. طبعا اول ما ندخل عندنا تقريبا مواقف سيارات تسع 11 سياره في المجمع، يعني عندنا 4 فلل ممكن 11 12 سياره يوقفون بالطريقه هذه زي ما انتم شايفين. تعالوا الان نشوف الفناء الخارجي للحديقه برضه من الطرف هذا، لانه عندنا مستودع برضه. قبل ما ندخل جوا ابغى اوريكم المستودع. طبعا الفلل مفروشه تباع بالأثاث بالكامل، وفي فيلا غير مشطبة، هي 4 فلل 3 منها مفروشة بالكامل وفيلا غير مفروشة. راح نشوف النموذج المفروش الآن. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا مخرجين هنا، المخرج هذا المخرج هذاك يطلع للحديقة من الدور البدروم، وطبعا هنا عندنا اللي هو المستودع لحفظ الأشياء. ممكن افتح لكم هي بالطريقة هذه، مستودع كبير موجود لكل فيلا.
الآن تعالوا مع بعض ننتقل لداخل الفيلا. الآن تعالوا مع بعض نستعرض لكم الفيلا من الداخل وشوفوا الشيء الجميل الموجود. طبعا زي ما انتم شايفين الآن وصلنا لداخل الفيلا. احنا الآن في منطقة المدخل. المدخل زي ما انتم شايفين عندنا مراية هنا، منطقة جميلة. المدخل لوحده عبارة عن غرفة زي ما تقولوا، ما شاء الله مساحة واسعة جدا. عندنا الدولاب اللي دائما نتكلم عنه، الدواليب زي ما انتم شايفين، هذه اللي حط فيها الأحذية. ارتفاع السقف يا جماعة 3.5 متر تقريبا. فهذا عندنا الانترو زي ما انتم شايفين، الأرضيات والشغل المعمول ما شاء الله تبارك الله، شيء ما يحتاج. فأول ما ندخل هنا عندنا الموزع في الدور الأول زي ما انتم شايفين، الديكورات السقفية، الإنارة. طبعا الفيلا هذه تباع بالأثاث بالكامل. فعندنا هنا الغرفة الأولى، تعالوا مع بعض نشوفها. مستغلين الغرفة هذه غرفة للضيوف، غرفة جميلة وديكور وتصميم مميز ومكان للضيوف. طبعا تصميم خاص، أثاث خاص، أوراق الجدران، ستاير زي ما شايفين. وعندنا تلفزيون هنا. كل غرفة في هذه الغرف في الفيلا هذه لها مكيف، ما ننسى نذكرها. بعد ما نطلع مباشرة عندنا الحمام اللي يخدم الدور هذا، تعالوا شوفوا طريقة جميلة جدا في التشطيب، السيراميك والرخام المستخدم. عندنا الأفرنجي وأيضا الأرضي. طيب الآن ننتقل إلى الصالة، تعالوا معنا نشوف الصالة. زي ما انتم شايفين كل شيء معمول هنا بدقة متناهية. زي ما قلنا لكم هذا شغل مو تجاري، هذا شغل خاص، بالتالي استغلوا كل النقاط وعملوها. الآن احنا الآن في الصالة. الصالة مساحتها تقريبا 80 متر مربع زي ما انتم شايفين. الإنارات المستخدمة، الأثاث المستخدم، الديكورات المستخدمة، الستائر، الفرش، يعني صراحة شيء من الآخر. هذه جلسة، وعندنا أيضا هنا جلسة أخرى بأثاث فاخر أيضا. طريقة جميلة مرتبة جدا تطل على المسبح من الخارج، لكن راح نشوفها الآن من المطبخ اللي هو نقدر ندخله من هنا مباشرة. عندنا باب السحب، هذا الباب تفضل معانا لغرفة الطعام. الآن معذرة، غرفة الطعام المطبخ من الطرف الثاني. هذا عندنا غرفة الطعام هنا زي ما انتم شايفين، الديكورات الموجودة، الإنارات، الأثاث الموجود صراحة قيمتها عالية جدا. عندنا البوفيه هنا زي ما انتم شايفين، نقدر نقول شيء ملكي. عندنا هنا بلكونة صغيرة مساحتها تقريبا 5×4 تطل على البحيرة الخارجية زي ما انتم شايفين هنا، أو على المسبح المعذرة، تطل على المسبح ومؤثثة بطريقة جميلة. هنا عندنا المطبخ، طبعا المطبخ لها مدخل من برا ومن هنا أيضا، ممكن نقفلها بالطريقة هذه تكون دائما مقفلة، أو ممكن تفتحوها وتنتقلوا إلى قسم المطبخ. تعالوا شوفوا المطبخ. طبعا العرض هذا عرض حصري فقط لشركتنا، وزي ما انتم شايفين التشطيب الموجود في المطبخ صراحة جميل جدا. الماركة المستخدمة في الفرن ماركة ميالا، من أفضل الماركات العالمية الموجودة. شوفوا هنا مثلا هذا اللي هو الثلاجة، هذه الثلاجة والدولاب بالطريقة هذه. عندنا الفرن وأيضا المطبخ. الأشياء المستخدمة صراحة جودة عالية، فشيء فاخر من الآخر زي ما يقول. تفضل معنا الآن نشوف بقية التفاصيل للأدوار الثانية. وبكذا شفنا الطابق الأول مع بعض، تعالوا الآن نشوف الطابق الثاني. وصلنا معكم الآن للدور الثاني. الدور الثاني يا جماعة فيها 4 غرف مع صالة كبيرة جدا. نبدأ من اليمين،
إذا تحبوا. عندنا أول غرفة هنا غرفة الأطفال، طبعاً كل غرفة زي ما ذكرنا فيها مكيف خاص فيها، مكيف مركزي. وهذه غرفة سوينا غرفة للبنات زي ما تشايفين، فيها الدولاب واللون البمبة والتشطيب الجميل، ولها حمام وبانيو خاص فيها. مساحات الغرف ممتازة جداً. مساحة الغرفة هذه 6×7 تقريباً، ولها دولابها الخاص. تعالوا ننتقل للغرفة الثانية. اهتمام ممتاز جدا من صاحب الفيلا. هذه غرفة أطفال أخرى أيضا. طبعا الأربع فيلا الموجودة كل فيلا تختلف عن الأخرى، هذه نموذج من الموجودات، فإذا في عميل جاد إن شاء الله ممكن نشوف الفيلا الأخرى. إحنا ما نقدر نصورها كلها ونحصرها في فيديو واحد، لكن زي ما قلنا الغرف تختلف دائما، وعندنا صور الفيلا الأخرى. هذه غرفة أطفال مسوينة بطريقة هذه، بحيث تشوفين الستائر اللون الأزرق دائما هو اللون المحبب ليه الأطفال اللي هم الأبناء، والدولاب بالطريقة هذه، وعندنا حمام وبانيو خاص فيه. ننتقل إلى الصالة الآن. الصالة موجودة هنا ما شاء الله، مساحتها ممتازة ووسيعة جدا، مساحتها تقريبا 35 متر مربع. تفضل معانا زي ما تشايفين هنا مكان ليه التدفئة والمشب زي ما يقولوا. مساحة ممتازة، ديكور جميل، إضاءة راقية، طبعا تحت كلاسيك وهنا مودرن شوي تقريبا نقدر نقول. والتشطيبات والديكورات الموجودة ممتازة جدا. من هنا نطلع على التراس الخارجي. التراس هذا مطل زي ما تشايفين على البحر مباشرة. الميزة في الفلل هذه إنها مطل على البحر من الدور الأول. إحنا في منطقة بيلكتوزو قلبينار زي ما تشايفين، هذه المساحة الخارجية والمسبح، وأيضا إطلالة البحر من المنطقة هذه. تعالوا الآن نشوف الغرف الباقية. ما شاء الله الألوان متناسقة، بحيث أنه يعني بفخامة الفيلا مستخدمين اللون الذهبي واللون الأبيض. طبعا عندنا غرفة هنا مستخدمينها كغرفة ألعاب للأطفال. تعالوا شوفوها مع بعض. ممكن تكون بنفس الطريقة وممكن استغلالها بحيث تكون غرفة للأطفال. هذه الغرفة الثالثة في الدور الثاني. نيجي الآن لغرفة النوم الرئيسية، الماستر، ماستر بدروم. طبعا أول ما ندخل عندنا حمام وبانيو خاص فيها، وهذه غرفة النوم الرئيسية. مساحتها 8×8 تقريبا، ولها إطلالة جميلة على البحر. شايفين الديكور الجميل المعمول، ممكن تشوفوها هنا. طبعا كل شيء معمول بدقة وتناسق ألوان جميل جدا، حتى السقف ديكور مميز جدا. طبعا زي ما قلنا الفيلا مطلة على البحر، حتى الغرفة هذه لها إطلالة جميلة على البحر من كل النوافذ. وأيضا عندنا غرفة لتبديل الملابس، غرفة وسيعة جدا. تعالوا شوفوها مع بعض. هذه غرفة النوم الرئيسية، وهذه غرفة تبديل الملابس. مساحتها تقريبا 4×5، مساحة كبيرة. وعندنا الدواليب كلها تفصيل خاص بالفيلا هذه. ننتقل الآن إلى الأقسام الأخرى في هذه الفيلا، خلوكم معنا. طبعا الآن وصلنا إلى الدور الرابع، أعلى دور في الفيلا. أول ما نوصل بس أحب أعطيكم فكرة عن القزاز الموجود هنا. زي ما شايفين إطلالة على البحر، وأيضا فكرة حلوة أنها تعطي إضاءة للفيلا سواء من الداخل أو للدرج بالكامل. عندنا على يدنا اليمين الحمام الموجود هنا، حمام يخدم الدور العلوي هذا. تشطيباتها كويسة زي ما تعرفين، الفيلا ما شاء الله مشتغلين عليها بطريقة ممتازة. عندنا طبعا الصالة هذه اللي حطوها كصالة للضيوف أو صالة لاجتماعات الحياة اليومية، أثاث مرتب. عندنا هنا مكان لطاولة الطعام زي ما تشايفين، وأيضا المكيف المركزي موجود، تلفزيون. والميزة أنه عندنا ثلاث تراسات، ثلاث بلكونات، بلكونة الأولى الثانية والثالثة، وكلها مطلة على البحر. راح نطلع التراس لكن نشوف المطبخ. ما شاء الله الماركة المستخدمة فيها
سيميج اعتقد، نعم ماركه ممتازه ومعروفه. والدولاب بالطريقه هذه، ايضا عندنا الثلاجه انتم شايفين، وعندنا التراسات زي ما قلنا، بنطلع التراس الموجود هنا، التراس المطل على البحر، ممكن في الصيف تحط فيها جلسات حلوه وتكون جميله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، مساحه التراس لوحدها تقريبا في حدود 50 متر مربع، وهذه الإطلالة الجميلة والقريبة على المارينا الموجود. هذا فيما يخص الجزء العلوي. الآن نروح للبدروم، تعالوا شوفوا الخدمات والتفاصيل هناك. وصلنا الآن للبدروم. طبعا أول ما ننزل عندنا على اليد اليمين هنا مكان مستودع، عندنا النظام الأمني والكهرباء كلها موجودة في البدروم. طبعا النظام الأمني هذا ممكن تبرمجوه بحيث أنه مثلا بعد الساعة 12 نقول في الليل، إذا أي واحد فتح أي شباك أو أي باب زي ما تشوفوه عندنا النظام الأمني الموجود هنا فوق، يعطيك على طول رسالة على جوالك. طبعا عندنا هنا غرفة مستخدمينها كمستودع زي ما انت شايفين، حاطين فيها أماكن للمستودع، دواليب مستودع، وأيضا مكان هنا ايضا كمستودع. طيب ننتقل الى الطرف الثاني، عندنا هنا على يد اليمين مباشرة غرفة ممكن تستخدم كغرفة ضيوف او كغرفة للخادمات والسائقين او غيرها. مثلا الان عندهم خدام ما شاء الله تسكن هنا، هذه الكنب، وعندهم المطبخ الخاص بهم هنا، والتلفزيون والدواليب زي ما شفتوا. ننتقل الآن إلى حمام خاص فيها هنا بالمنطقة، حمام وبانيو خاص بالمنطقة هذه، وأيضا عندنا هنا غرفة تبديل ملابس. طيب عندنا هنا إذا جينا شفنا صالة كبيرة ممكن تستخدم كصالة، ممكن تستخدم كمكان للفتنس، أو ممكن كصالة ألعاب، ممكن يحط فيها بلياردو. طبعا هم ما سووها شيء الآن، لكن ممكن تكون ميني سينما، ممكن ترتبوا فيها بالطريقة اللي أنتم تحبوها. مساحتها كبيرة تقريبا 10 × 10 أمتار، مساحة ممتازة جدا، لكن ممكن تستغلوها أنتم بطريقتكم. ننتقل الآن إلى الجزء الآخر في الفيلا. طبعا عندنا هنا على يدنا اليسار خزان الماء، كل فيلا لها خزان ماء خاص فيها زي ما انت شايفين هذا الخزان، وايضا عندنا نظام التدفئه اللي هو الغاز والكومبي هنا. عندنا هنا مقابلها مباشره غرفه الغسيل، طبعا الغسالات موجوده هنا، تكوى هنا، وفي ايضا الدواليب حتى تجهزوها هنا، ومن هنا تنتقل الى الغرف. الآن عندنا أيضا حمام وبانيو صغير هنا في آخر الفيلا، وعندنا الباب هذا اللي يطلع بعد ما تفتحوها يطلع إلى الحديقة من الخلف، ممكن تستخدموه بحيث أنه الخادم أو العامل أو الضيف ممكن بدل ما يطلع الفيلا من فوق يطلع من هنا مباشرة إلى الخارج. هذا فيما يخص التفاصيل للفيلا. زي ما قلنا الفيلا مساحتها 1000 متر مربع، عبارة عن 4 أدوار، وكل الفلل بنفس الطريقة لكن تختلف التشطيبات الداخلية فقط والأثاث. طبعا هذه جلسة خارجية جميلة جدا حاطينها، مساحتها تقريبا 60 × 60، الشبابيك هذه كلها تنفتح، وزي ما انتم شايفين حاطين مكان دائما في الغالب في الصيف ياكلوا هنا ويشوا هنا، وعندهم الصوبة زي ما انتم شايفين اللي دائما يستخدمونها في التدفئة بالحطب، فمكان جميل جدا ورائع خاصة في الحديقة. وهنا زي ما انتم شايفين عندنا مولد الكهرباء، هذا طبعا في حال انقطاع الكهرباء المولد يدخل على طول يشتغل، وايضا عندنا حمام، وايضا عندنا مستودع خاص بالفيلا هنا، مساحتها كبيره جدا ممكن تستخدمها كمستودع خارجي، ادوات الصيد والرحلات تكون موجوده في المستودع هنا. هنا عندنا العاب الاطفال زي ما انتم شايفين، العاب جميله جدا حاطينها للفيلا هذه يخدم الفيلا.
في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المشاهدة. زي ما شفتوا فيلا جميلة جدا، زي ما قلنا 4 فيلا موجودة بنفس التشطيب ونفس الديكورات. الأسعار والتفاصيل دائما تجدونها أسفل هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وضغط زر اللايك والإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.